يا وحسون ردين، هاي اليوم يوم الاحد الساعة 12 وقال ابنية طاحت خطية بالطين. يلا تفضل كضح اذا اشبيدك عمو، كضح اذا اشبيدك وعبري، كضح اذا اشبيدك، كضح الحذاء بيدك وعبري. شوفوا هاي شلون جاي عبرين، هذه ابنية شلون ظلت تبكي بوجهها. ليش تبكين عمو ليش تبكين؟ هاي وضعية البصرة، وضعية قوة النخيلة. هذا اليوم الخامس وهاي الوضعية نفسيتها. عمو خبوكم هذا نكرايف، عمو عمو خبوكم هذا نكرايف. عمو عمو تعال يا جاي عمو. عمو ليش رحت على التربانة يا عمو؟ تعال يا جاي حيدر. طلع هاي البنية طمست، هاي وضعية بربكم بشرفكم، صايرة هاي والله ما صايرة.